وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية الروسية في أوكرانيا تمضي حسب الخطة الموضوعة. وأوضح بوتين أن الجيش الروسي يوفر ممرات إنسانية للمدنيين من أجل الفرار، مضيفا أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ من آلاف الأجانب وبينهم طلاب رهائن. С полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью.